يؤدي فيتامين بي 6 وظائف كبيرة ومهمة للجسم، تؤثر بشكل فعال على الحالة المزاجية وساعة النوم والقدرة على التركيز، بالإضافة إلى محاربة الالتهابات وتحويل الغذاء إلى طاقة ومساعدة الدم على حمل الأكسجين إلى كل أعضاء الجسم. وإليكم في هذا الفيديو أهم الأعراض والعلامات التي تشير إلى وجود نقص في فيتامين بي 6، تابع معنا. إذا عانى الجسم من انخفاض في نسبة فيتامين بي 6 فيمكن أن يصاب بفقر الدم، متمثلا في نقص كبير في خلايا الدم الحمراء، والذي يؤدي بدوره إلى شعور عام بالتعب والوهن. يمكن أن تظهر على البشرة علامات تدل على الافتقار إلى فيتامين بي 6، حيث يمر الجسم بتغيرات كيميائية تتمثل غالبا في انتشار طفح متقشر وحكة بسبب الطفح، والذي يظهر عادة على الوجه ويسمى التهاب الجلد الذهني، ويزداد ظهور الطفح الجلدي مع مرور الوقت. ويجب ملاحظة أنه في حالة النقص الطفيف في فيتامين بي 6 يستغرق ظهور الأعراض شهورا أو سنوات. عادة ما يكون الفم مكانا جيدا لتحديد أي نقص في فيتامين بي 6، حيث تكون من العلامات الواضحة تقشر الشفاه وتشقق الزوايا وأحيانا تورم اللسان. نقص فيتامين بي 6 يجعل من الصعب على الجسم مقاومة الالتهابات والأمراض، ويمكن أن يتحول الأمر إلى حلقة مفرغة، كما أن السرطان وأمراض أخرى يمكن أن تستنفذ إمداد فيتامين بي 6 الموجود في الجسم، ولذا يحتاج الجسم إلى الحصول على المزيد من الفيتامين لتعويض هذا النقص. من العلامات المهمة أيضا ارتعاش الأصابع والخدر في القدمين نتيجة لاضطراب عصبي يسمى الاعتلال العصبي المحيطي، ويساعد نقص فيتامين بي 6 في ظهور الاعتلال. كما أن فيتامينات بي الأخرى مثل بي 12 ضرورية للحفاظ على صحة الأعصاب. تحتاج السيدات الحوامل إلى المزيد من فيتامين بي 6 في نظامهن الغذائي أكثر من أي شخص آخر. إذا كانت السيدة الحامل تشعر بالغثيان أو القابلية للقيء على مدار اليوم وليس فقط في الصباح، فقد يساعدها المكمل الغذائي بي 6، ولكن يجب أن تأخذ هذا المكمل تحت إشراف طبي. يساعد فيتامين بي 6 على تنظيم الحالة المزاجية والذاكرة، أما في حالة الشعور بالارتباك أو الحزن خاصة لدى كبار السن، فربما يكون السبب هو نقص هذا الفيتامين الذي يجعلهم أكثر عرضة للاكتئاب بعد السكتة الدماغية أو غيرها من الأمراض الرئيسية. قد يلعب نقص فيتامين بي 6 دورا في فرص الإصابة بالسرطان، ولا يعرف الباحثون السبب بالضبط، ولكن ربطت بعض الدراسات بين نقص فيتامين بي 6 والإصابة بسرطان المعدة والمريء، ومن المرجح أن نقص فيتامين بي 6 يزيد من فرص الإصابة بالسرطان بسبب هرمونات ستيرويد مثل سرطان الثدي والبروستات. وإلى هنا ينتهي موضوع هذه الحلقة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.